أنا سعيد بالمشاركة اليوم ضمن فعاليات منصة إمارة الشارقة والمكتب الإعلامي في هذه التظاهرة. اليوم فرصة كبيرة أن نحن ننقل بعض الأفضل الممارسات اللي موجودة اليوم في إمارة الشارقة في موضوع الابتكار للعامة. وطرقت خلال طبعاً كلامي مع الأخ محمد الملا إلى مفهوم الابتكار وطبعاً ما تقوم فيه إمارة الشارقة بشكل عام في دعم هذه المفهوم وطبعاً الأنشطة اللي نقوم فيها مجمع الشارقة للبحوث لترجمة رؤية صاحب السمو في هذا المجال. المجمع اليوم فضل من الله ودعم سمو الحاكم هو من أبرز المراكز الابتكار على مستوى المنطقة ويحتضن تقنيات حديثة جداً سواء في قطاع طباعة ثلاثية الأبعاد أو في قطاع المواصلات أو القطاعات المختلفة. نحن سعيدين بالمشاركة اليوم في هذه الفعالية الكبيرة ونتمنى للجميع التوفيق.